استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية الرئيسية بالإسكندرية. خلال أعمال هذه الدورة ناقش المجلس عددا من الموضوعات، من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس المحتلة. كلنا شايفين في مصر مدى تطور مشروعات البنى التحتية ومشروعات النقل والربط بين كافة أجزاء جمهورية مصر العربية من خلال نظم نقل سريعة متطورة حديثة مستدامة في كل الأنماط النقل، سواء النقل تطوير الموانئ والنقل البحري، منظومة النقل البحري، المناطق اللوجستية، بنشوف تطوير السكك الحديدية والقطار السريع والقطار الكهربائي، بنشوف الطرق نفسها، بنشوف كل النقل النهري والاهتمام به، كل دي موضوعات بيتم تنفيذها داخل مصر. اجتمعنا في ظروف صعبة وعصيبة يمر بها شعبنا الفلسطيني، لا يمكننا أن نتجاوزها أو نتجاهلها في وقت أحوج ما نكون به لوقوف أشقائنا العرب إلى جانبنا، والذي بالمناسبة تبدى في أكثر من مناسبة وأكثر من جولة عبر عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السلام التي عقدت في القاهرة.